السعادة مو هي الطريق للوصول، السعادة مو هي لحظة الوصول، هي المحاولة، هي شرف المحاولة. أرحب بكم مشاهدينا في وطن سعادة جديد، وحلقتنا تملأها إن شاء الله كل سعادة. السؤال، ليش يا ترى ربطت الطريق مع السعادة؟ لأن مجرد التخطيط أني أنا أكون سعيدة وأروح صوب هذا الدرب والطريق، هذه سعادة، لأن السعادة عبر هذا الطريق هي تحدي للواقع، ولأن بالسعادة والمحاولة والطريق خلنا نقول نحن نفتح نوافذ للتجدد والتهوية من حياتنا. ما راح أزيد عليكم كلام، ضيوفي صاروا جاهزين وحلقتنا جاهزة، حياكم. عشان شي ما كان على القائمين سوى أنهم يعينون الكاتب والباحث محمد حمدان بن جرش السويدي أنه يكون أول رئيس تنفيذي للسعادة. أكيد خطوة هي مهمة وهي الأولى من نوعها بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة. بن جرش هو صاحب الكثير من المبادرات وأحد الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي من فئة الثقافة والوطن من وطن السعادة. رح نشوف الضيف. سيد محمد، مرحبا بك في وطن السعادة. صباح النور والسرور وصباح السعادة من وطن السعادة. سعيد؟ أكيد بالتأكيد سعيد بوجودكم وأيضا بتواجدي هنا في اتحاد كتاب ودباء الإمارات. إن شاء الله دوم يا رب. أستاذ محمد، يقولون السعادة درب أو طريج، ليش ربطوا الطريج بالسعادة؟ في الحقيقة دائما الإنسان نجد بأن الإنسان السعيد أكيد دائما هو يسلك عبارة في خياله أيضا درب وطريق اللي يقوده إلى الإنجازات، فبالتالي هو سلوك طريق في طريقة التفكير، وطريقة التفكير إذا كانت إيجابية تقود إلى طريق السعادة. يعني هو تخطيط من العقل يكون والتنفيذ. نعم، عبر من الداخل إلى الخارج، ولكن ليس كطريق يعني هو عادي، مو بشكل مادي، بشكل معنوي داخلي. نعم. يعني تؤمن بأن هناك سعادة إذا أنت غيرت من طرق تفكيرك. إذا راح يعني ناخذ الموضوع بشكل فلسفي أكثر، طريق يعني تجربة، يعني نعم. حياة، يعني نعم. مغامرة، يعني بالضبط أيضاً. بحد ذاتها عملية التجريب هذه أو التجربة بحد ذاتها والشيء الجديد يحقق سعادة بغض النظر شقد هو كان إنجاز أو أنه يضاف لأرشيف معين. التجربة والجديد في حياتنا يضفي السعادة لروتيننا اليومي، خلنا نقول أكيد. على سبيل المثال، إذا الإنسان اعتاد على أن يسلك طريق نفسه مثلا، نفسه هي. سيجد بأنه عندما يصحو يعني في الصباح الباكر تجد بأن ليس لديه ذاك الحماس وذاك الشعور بالسعادة، لأنه بينه وبين نفسه يردد الآن سوف أذهب إلى العمل، الساعة 7:30 يجب أن أكون كذا، فنجد بأنه هو حتى يعني نفسيا يكون ما عنده أي نوع من في رتابة في حياته، ما في شغف، ما في تحدي. ولكن بعكس دفاع. الإنسان لما أنت ذكرتي سالفة أسلوب حياة وإنجاز وسعادة، شوف الناس الناجحين تجدهم سعداء. لماذا؟ لأن عندما يتحدث عن تجربته لأنه حاول أن يكسر الروتين. نعم. حين قال الآخرون بأن هذا صعب وهذا مستحيل، هذا الشخص هو أصر حاول وغير من طريقة تفكيره ومن معتقداته، فبالتالي كانت النتائج إنجاز، عبارة حول الانكسارات إلى إنجازات. فبالتالي هو سعيد. لماذا سعيد؟ لأنه تغلب على هذه الرتابة. التحديات وحول حتى عقبة الفشل إلى قبعة نجاح. صحيح. فهنا امتلأ قلبه بالسعادة. في استراتيجية معينة أو نشر لقيم، إذا بنربط بين الإنسانية والشباب والأطفال اللي هم جيل الغد، نعم، شو العلاقة بينهم أو كيف المعادلة لنصل للسعادة مع هؤلاء؟ إذا نتكلم إحنا دائما عن المؤسسة لابد أن يكون هناك تخطيط. يعني المؤسسات أكيد. سواء ذات نفع عام أو حتى مؤسسة حكومية لها موازنات ولها كوادر ولها كذا. نأتي الآن من ناحية الفئة المستهدفة، هو رأس المال البشري، وهذا نعم. تركيز دولة الإمارات منذ
يعني قيام الاتحاد. الثروة الحقيقية للإنسان. نعم، هم الثروة الحقيقية. نعم. فكل مؤسسة الآن تحاول أن تترجم رؤية واستراتيجية الدولة من خلال الوصول إلى الفئة المستهدفة، ومنها وأهم شيء الآن عندما نركز الآن على الأطفال والشباب، هم المستقبل. فالآن إذا هؤلاء تم دمجهم في المجتمع وغرس القيم اللي مثل ما تكلمنا الإنسانية، نعم، والتسامح والإيجابية وغيرها من قيم تسعى دولة الإمارات إلى غرسها في 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 الأبناء، فهنا تحتاج أنت أدوات، وهنا يأتي دور المثقف، نعم، الإيجابي يوظف هذه الأدوات. نعم، لأن من خلال أيضا الكتابات وتوجيه الآخر، ولكن ليس بالتوجيه المباشر، ولكن التوجيه بطريقة إبداعية. صحيح. وابتكار الطرق من خلال الورش، من خلال الكتابة، من خلال أيضا الآن إذا تكلمنا عن السعادة، بأن كيف هؤلاء الشباب يريدون أن يدخلوا إلى عالم الكتابة، فيبحث الآن عن شخصيات قادرة أن تجذبهم إلى هذا الاتحاد لكي يطوروا من مستواهم ويصقلوا مهاراتهم، فبالتالي يشعر بالسعادة لأن هناك من يهتم به، وبالتالي ينتج السعادة. لأن هذه نحن ما نحتاجه في مجتمعنا، في صحيح. أسرنا الحوار، لأن إذا وجدت ثقافة الحوار حلت كل مشاكلنا، كل المشاكل صحيح. لماذا؟ سوف تعبر بأريحية، صحيح، وأنا سأعبر ونلتقي عند نقاط معينة، صحيح، وإذا اختلفنا نختلف بأدب. طبعا يضيق الوقت استاذ محمد، راح اركز عليك اكثر شخصيه، بنتكلم عن جائزه الشارقه للعمل التطوعي، نعم، فزت بها، وبنتكلم بعد عن دورك في نشر في دور النشر لنشر الثقافات، وكان عندك بعد اصدارات، نعم، نعم. فاذا سريعا نتكلم عن الجائزه اولا. اسكتشات زين مال، تفضلي. بخصوص طبعا جائزه الشارقه للعمل التطوعي، كانت في فئة الثقافة والأدب. لله الحمد طبعا من خلال وجودنا أيضا في يعني سابقا عضو مجلس إدارة في نادي الشارقة الرياضي الثقافي، قمنا بتأسيس لجنة ثقافية وجلب الطاقات أيضا الإبداعية من أجل وضع برامج ثقافية لإثراء طبعا الفئة المستهدفة من داخل النادي وخارج النادي. من ضمن المبادرات هذه التي رشحتنا أيضا لنكون طبعا ونحصل على هذه الجائزة، قمنا بمبادرة تصميم مكتبة على شكل كلمة اقرأ، وأيضا فعالية بعنوان وجب وكتاب، طلبة الجامعات والمدارس وأولياء أمور وجبات خلال رمضان، بأن وجبة ومعها كتب. حلو. ومشاركة أكثر عن 400 فرد من كافة فئات المجتمع، نعم، وتوزيعها على المارة في الشارع يعني. فهذه ثقافة أن مشاركة الآخر، التكافل، الثقافة بأن كتاب أيضا كانوا معنا معروفين، نعم، من مواطنين وعرب من خلال، فبالتالي أن لا تنتظر أنت الآخر أن يأتي إلى المؤسسة، أنت من تذهب إليه، تبادر بالخطوة، نعم، الأولى. على طار، نعم، الثقافة، المثقف هو من يعلم شيء من كل شيء، وبالعودة للإصدارات اللي أصدرتها أستاذ محمد، رؤى ثقافية، نوافذ، دليل الإداري الناجح، آخر برميل نفط إلى، نعم، آخره وغيرها. تنوعت إصداراتك، تثقفت إصداراتك، إلى أي مدى مهم أن الشخص يثقف بتواصله الاجتماعي، بإصداراته الخاصة، بطريقة تفكيره مع الآخر؟ الآن كما تعلمين من مهارات العصر الآن، عصر المعرفة، لابد أن يمتلك الشخص مهارات أو فن الاتصال والتواصل، نعم، ومن ليس لديه ثقافة الاتصال والتواصل سيجد نفسه منعزل وبعيد عن هذا المجتمع، صحيح، فبالتالي لن يجد تفاعل مع منتوجه الثقافي، فبالتالي لن يكون مؤثرا، ولن أيضا يعني تكون لديه المادة الأساسية التي يبني عليها منتوجه الأدبي. مضبوط. بطريقة إبداعية وابتكارية، حتى لو عنده داخلة ما يقدر يعبر عنها، يعني ما استفدنا شيء، صعب، لأن المطلوب من المثقف أن يكون مساهما وإيجابيا، لأنه هم أساس التغيير. أكيد أكيد. نعم. في الختام، تعريفك الشخصي للسعادة؟ السعادة هي الإيجابية من أجل خدمة الوطن من خلال تغيير طريقة تفكيرك بإيجابية.
يعطيك ألف عافية أستاذ محمد، نورت وطن السعادة، شكراً لتواجدك معنا. شكراً، بارك الله فيكم. يعطيك ألف عافية. طبعاً مثل ما قلنا في بداية الحوار مشاهدينا أن السعادة درب أو طريج أو نهج، رغم اختلاف أطباع الناس طريقة تفكيرهم إلا أن الهدف واحد. الكثير والمزيد عن هذا الكلام في هذا التقرير، متابعة شيقة. إذا غابت شمس يومك وحل الظلام، لا تنسى أن تشعل شمسك الداخلية. كثيراً ما نسمع عن أهمية ممارسة الهوايات في تحقيق توازن نفسي ومنح السعادة بعيداً عن زحمة الحياة. هذا الكلام أكدته الكثير من دراسات علم النفس، فكلما انخرط الشخص في النشاطات الإبداعية، كلما تصاعدت مشاعره الإيجابية وإحساسه بتحقيق ذاته. فممارسة الهوايات الإبداعية والمشاريع مثلاً الكتابة، الرسم، الصياغة أو العزف لها أثر نفسي إيجابي. كون هذه الهوايات تمنح الإنسان الحماس والنشاط، فالإبداع يساعد في خفض التوتر والقلق وتعزيز الصمود، إضافة لتحسين الصحة البدنية والعقلية. طبعا مشاهدينا، السعادة الحقيقية مو على شو نقدر نحصل، لا، السعادة الجد والحقيقية هي نحن شو نقدر نقدم للآخرين. راح نقدم لكم فاصل سعيد ولا نعودها. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومستمرين بفقراتنا وصناعة السعادة. رح نتوقف الحين في هاي الفقرة عند أحد أهم صناع السعادة، وهو الشاعر والكاتب خالد الظنحاني. خالد يمتلك هاجس إنساني حقيقي، كل هذا عشان ينشر السعادة ويساهم في صناعتها من خلال الرحلة والكلمة وإعلاء لاسم الإمارات عالمياً. قدم الكثير من الأماسي الشعرية في مدن عربية وعالمية، وترجمت أعماله لعدد من اللغات، حتى لاقى الكثير من التكريم وسمي بسفير الكلمة والسعادة. أنا جاهزة لاستقبال سفير السعادة في وطن السعادة، تفضلوا. أرحب بك معانا أستاذ خالد الظنحاني من وطن السعادة، منور. حياك الله، أنا سعيد بهذا اللقاء وشكراً على قناة الظفرة على هذه الاستضافة الجميلة. إن شاء الله دام سعيد. قبل ما أخوض وأغوص معاك في الأسئلة، سمعنا شيء سعيد، شيء إيجابي، شيء حلو، أبيات شعرية. في البداية أنا أود يعني حقيقة أن أقول للمشاهدين، جميع المشاهدين، نعم، كل عام وأنتم بخير وسعادة، وإن شاء الله يكون عام خير على الجميع بإذن الله تعالى، على دولة الإمارات وعلى الوطن العربي والبشرية أجمع إن شاء الله. أقول وبهذه المناسبة يعني أحب الورد لأن الورد أنت، سعادة وحب وإحساس وتهاني، لأني كل ما شفتك جعلتي حياتي كلها شعر وأغاني. أحب الورد لأن الورد أنت، سعادة وحب وإحساس وتهاني، لأني كل ما شفتك جعلتي حياتي كلها شعر وأغاني. أحبك يا حياتي حيث كنتي، وهندس لك من أنفاسي معاني، رسمتك مثل ما أنت حلمتي، أميرة قلبي وروحي وكياني، عيوني والكلام اللي نثرتي يعصفرني على غصانك أماني، ومدام الحب أجمل ما ملكتي فأنا أكبر محب في زماني. نعم أنتي، نعم أنتي عزفتي على صوت الوتر سر افتتاني، حياتي كل عام وانتي انتي، سعادة حب وإحساس وتهاني. وسلمتي. الله، صح لسانك. صح بدنك، الله يسلمك. الحب طريق للسعادة ولا السعادة طريق للحب؟ الحب يعني كله يكمل بعضه، يعني هناك حب في سعادة، وهناك سعادة توصل إلى الحب. الحب جميل جدا طبعا، أي واحد يحب يسعد بالحقيقة. نعم. يعني الحب مش فقط حب الحبيب لحبيبته. صحيح. أيضا حب الحياة، حب العمل، حب الإيجابية، كل هذه يدخل في معاني الحب.
الحب معنى كبير جدا وشامل، يعني الإنسان لو حب تحصل على السعادة وحصل على طموحاته وحقق ما يريد من رغبات وأهداف. يعني شخص يوم يكون سعيد وإيجابي يقدر أنه ينشر هذا الشيء من حوله؟ أكيد، لأن الإنسان إذا روح الإيجابية بينشرها بالعقيقة وبينعكس هذا اللي ما في داخله على شخصيته أولا من الخارج، وأيضا على الآخرين اللي محيطين فيه. صحيح. على أسرتها، على مجتمعها، على وطنه، وبتعمل إيجابية. هي دولة الإمارات الحمد لله دولة سعادة، دولة إيجابية. نعم. دولة تسامح، دولة تحب المركز الأول. صحيح. نعم. ولا نرضى إلا بالمركز الأول. أكيد. طبعا خالد الظلحاني نفسه كيف قدر أنه يلعب دور في صناعة السعادة في دولة الإمارات وبالتالي إلى خارج الدولة، بما أننا متفقين اللي سعيد داخله ينشرها برا؟ صحيح. طبعا من خلال الشعر، من خلال الكتابات، من خلال نصائحي، من خلال الدورات والمحاضرات التي أقيمها في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. الإنسان لابد أن يكون إيجابي، لابد أن يكون فاعل في مجتمعه، يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، لأن دولة الإمارات الحمد لله في تقدم كبير. صحيح. هناك رؤية الإمارات 2021 أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم. نعم. أن يعتمد اقتصادها على اقتصاد المعرفة والابتكار على أيدي إماراتية خالصة. نحن نعكس هذا التوجه، وأيضا نحمل رسالة الإمارات، رسالة التسامح، رسالة الإيجابية، رسالة السعادة، رسالة المحبة إلى العالم أجمع. هذا سواء كان في دولة الإمارات، حتى هناك يعني 200 أكثر من 200 جنسية عندنا في دولة الإمارات، كيف ننشر التسامح، كيف ننشر التسامح والسعادة بين هذه الجاليات الكثيرة المتعددة الأعراق والأجناس والديانات. فنحن ذا صحيح. كنا إيجابيين، كنا سعداء من الداخل، سوف نعكس هذا في مجتمعنا الإماراتي ويكون سعيد بإذن الله تعالى. والحمد لله دولة الإمارات طبعا هي من الأولى عربيا في الحمد لله إن شاء الله مؤشر السعادة العالمي. صحيح. صحيح. وأيضا في المرتبة متقدمة في على مستوى دول العالم. طيب نحن قاعد نتكلم عن الوطنية والانتماء ونشر ونقل هذه الثقافة والانتماء للوطن للخارج اللي هو سبب النجاح والسعادة. تأسيس شخصية قيادية بانتمائها الوطني عبر برلماني صغير، خبرنا عن هذا العمل أو تأسيس هذا المشروع. هو في الحقيقة أنا يعني أصدرت كتاب سميته البرلمان الناجح. هذا البرلمان الناجح أنا جمعت فيه عصارة جهدي وتجاربي في الحياة، سواء كانت الأدبية أو المجتمعية أو حتى في موضوع التنمية الذاتية. نعم. قدمت في هذا الكتاب نصائحي واستراتيجيات كيف يصبح الإنسان برلماني ناجح، سواء كان في حياته، يعني حتى الحياة بشكلها بالمجتمع بين الأسرة، أيضا برلمان أنا أعتبره. نعم. يعني كل واحد يعطي آراء ويعطي حتى يرتقي بالحياة. وأيضا مجلس الوطن الاتحادي في دولة الإمارات أيضا هو صوت الشعب. صحيح. يعني يعطي أفكار، يناقش بعض القضايا الوطنية التي تهم المجتمع الإماراتي ويرفعها إلى يعني القيادة العليا، والقيادة العليا هي التي تنظر تنفذ أو لا. فالبرلمان الناجح هذا يعني قدمت فيه أفكار جدا مميزة، خصوصا في موضوع الانتخابات. يعني هناك الانتخابات، عندنا انتخابات مجلس الوطني على نصف عدد أعضاء المجلس الوطني، حطيتهم نصائح كيف أكون برلماني ناجح، مثل كيف أكون إيجابي في هذا البرلمان، كيف أناقش. لابد أن يكون هناك طرق واستراتيجيات كيف أنجح في الانتخابات، كيف نعم. كيف أفيد يعني اللي أعطاني صوت، هاي الصوت أمانة. صحيح. أنا كيف يعني أفيد هذا الشخص اللي أنا أعطاني صوته والحمد لله توفقت ووصلت تحت قبة البرلمان. نعم. فهذه النصائح كلها الحمد لله دونتها في كتاب البرلمان الناجح. أيضا بالنسبة للطفل، يعني الطفل هناك عندنا الحمد لله في الشارقة عملوا البرلماني الصغير، وأيضا في أبوظبي هناك في تجربة أيضا بالنسبة للمدارس في البرلمان. هذا يعني يبني الشخصية الإماراتية من الصغر. نعم. يبنيها كيف يناقش، كيف يكون قيادي، كيف يعني يكون فاعل في مجتمع دولة الإمارات. والحمد لله الكتاب لاقى نجاح كبير،
من قبل المتخصصين ومن قبل حتى أعضاء المجلس الوطني وأيضا اللي يبون يقرون ويتثقفون عن المجلس الوطني. البرلمان الصغير يقدر الطفل يقراه؟ أكيد، يعني لغته بسيطة. البرلمان ناجح، لغته بسيطة مبسطة. حاولت أني أنا طبعا يصل للجميع، كل من يريد أن يقرأ ويتثقف عن من البرلمان، يعني حول البرلمانات او حول المجلس الوطني، يقدر يقرا سهل الممتنع. نعم، سهل المفردات. انا جاتني اشياء ردود فعل حتى من خارج الدوله، ما شاء الله. يعني في ناس طلبوا الكتاب من خارج الدوله، يعني ما يخصهم في برلمان دوله الامارات، لكن هو يعطي فكره جميله عن كيف ان يكون برلماني هذا ناجح في كل البرلمانات العالميه. شاعر خالد الظنحاني، نورت واضفت لي وطن السعاده. انا وايد خاطري اسمع بعد قصيده عن السعاده، بس راح اسمعها من بيني وبينك. الحين حابه اتشكرك اول شيء، شكرا تواجدك معنا. الله يسلمك. انا بعد سعيد جدا بهذا اللقاء، وان شاء الله دوم سعيد، دوم سعاده ودوم هنا والتسامح في دوله الله الامارات. اللهم امين. راجعت لك عشان تقول لي القصيده، بس خليني اروح لمشاهدينا واقول لهم ان بعد معانا الحين تقرير عن مايا رقية. هي مهندسة ديكور وسيدة أعمال. مايا لها مساهمات إنسانية متعددة، قدرت أن هي تقرن بين الجمال والنجاح وقيم السعادة. عاد إلى أي درجة يسهم المكان البسيط والمرتب لنشر مشاعر الراحة والسعادة؟ سؤال في هذا التقرير جوابه متابعة شيقة. السعادة أول شيء بدها تبلش من جواتنا. لما بنبدأ بالسعادة من جواتنا بنقدر نعكسها على المحيط الخارجي حوالينا. المكان له دور بالسعادة، نعم، من خلال الألوان، من خلال الراحة، من خلال يوفر الأشياء اللي الإنسان بيحتاجها كموهبة أولاً، كراحته ثانياً، كمتطلبات معيشته ثالثاً. وهون نحن بنقدر نخلق السعادة للشخص من خلال الديكوريشن أو من خلال دراسة المكان بطريقة صحيحة. أول شيء بدولة الإمارات هو الإنسان، وبعد كل شيء متاح في دولة الإمارات هو النجاح والتطور، بس أهم شيء هو الإنسانية وتعامل الإمارات مع الإنسان بمختلف الجنسيات ومختلف الطوائف. الله يديم السعادة والأمن والأمان على دولة الإمارات وكل البلاد العربية يا رب. إذا مشاهدينا، كل الشكر لوطن السعادة، وطن السعادة اللي يفتح طريق أمامنا لتحقيق هذه السعادة. شكراً لكل من تابعنا ولحسن متابعتكم. إن شاء الله دوم تكونوا سعداء. عسى يجدد لقائنا السعيد بكل خير. في أمان الرحمن.